النهارده كان في انتظار، حاله انتظار، حاله توقع لفتح معبر رفح لخروج حاملي الجنسيات الاجنبيه من القطاع، وفي نفس الوقت تدخل بقى المساعدات الطبيه والانسانيه لاشقائنا في قطاع غزه. هذا الحديث تحدث به وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن، بل وحتى البيت الابيض نفسه. شفنا الصبح حاملي الجنسيات الاجنبيه مصطفين على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ولكن فوجئنا عصر النهارده بانه اسرائيل بتقصف المعبر للمره الثانيه. وزاره الخارجيه الامريكيه قالت انه معبر رفح قد يفتح اليوم الاثنين الساعه 9 صباحا، المفروض 9 الصبح، لبضع ساعات، كم ساعه كده، عشان الاجانب يتمكنوا من التوجه لمصر وكمان المساعدات الانسانيه تدخل غزه. ولكن يبدو ان حسابات اسرائيل لا تتفق مع كل الجهود الاقليميه الامريكيه لادخال المساعدات وخروج الجرحى والمصابين. الضربة الإسرائيلية كانت بصاروخ واحد على الأقل في الجانب الفلسطيني من القطاع، قصفت الطائرات الإسرائيلية الطرق المؤدية لمعبر رفح، وده أدى لظهور حفرة كبيرة في الطريق للمعبر. طبعا معروف في غزة إن في شارعين، شارع صلاح الدين وشارع الرشيد. شارع صلاح الدين ده اللي هو بتمر فيه الشاحنات الكبيرة، ده اللي فيه حفرة كبيرة. شارع الرشيد ده صغير وبطريق عكسي، فمش هينفع تمشي فيه الشاحنات. وزاره الخارجيه الامريكيه قالت انه معبر رفح قد يفتح اليوم الاثنين الساعه 9 صباحا لبضع ساعات، عشان زي ما كنت بقول لكم تمكين الاجانب من التوجه لمصر وادخال المساعدات الانسانيه. ولكن واضح انه حسابات اسرائيل لا تتفق مع كل الجهود الإقليمية والأمريكية لإدخال المساعدات وخروج الجرحى والمصابين. ولكن الجهد المصري رغم كده ما بيتوقفش. مصر أصرت أنه يكون دخول المساعدات ضمن خطوات خروج الأجانب من قطاع غزة، لأنه مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة عامل جهود كبيرة جدا وغير مسبوقة، أولا لوقف الحرب، ثانيا لدخول المساعدات، ثالثا لفتح مسار جديد للسلام وقيام الدولة الفلسطينية. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده تلقى اتصالات مهمة، زي ما كنت بقول لكم كان كلام مهم جدا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الروسي فلاديمير بوتين. في كل الصالات اللي اتكلمنا عليها دي من شوية ركز الرئيس السيسي على الثوابت المصرية، وهي الحل السياسي وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية. قمة القاهرة مهمة جدا، الجهد المصري واضح انه بيحقق نتائج في اتجاه عقد قمة دولية للحل، وبالفعل نحن امام حالة من الزخم الدولي. شهدته الدعوة اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يتم عقد قمة دولية تبحث فيها الاوضاع في قطاع غزة تحت عنوان القاهرة للسلام 2023، في ضوء استجابة واسعة النطاق الحقيقة من عدد كبير من دول العالم. المبادرة المصرية والمشاركة بيها يعني مرحب بيها جدا، وده بيمثل امتداد لحرص قادة العالم على انهم ينسقوا مع القاهرة من اجل وقف اطلاق النار، وايضا من اجل توصيل المساعدات لسكان غزة المحاصرين تحت نيران الاحتلال الاسرائيلي. انعكاس صريح للأهمية اللي بتحظى بها الدولة المصرية على المستوى الدولي والإقليمي باعتبارها يعني دولة ذات مصداقية. حقيقة يعني جهود كبيرة بتقوم بها مصر من أجل فك الحصار على سكان غزة.